اهلا بيكم في عالم تاخر الانجاب. التوقيتات ليها قيمه كبيره جدا. يعني مثلا هتلاقي ناس بتفكر سن الزوجه المناسب جدا للحقن المجهري لغايه امتى ويبدا من امتى، التوقيت بعد قد ايه من الجواز نفكر في الحقن المجهري. في سؤال مهم قوي، المنظار الرحمي التوقيت يتعمل قبل الحقن المجهري بقد ايه، وهل كل حالات الحقن المجهري لازم نعمل قبلها منظار رحمي ولا لا؟ النقل الأجنة اليوم الثالث ولا اليوم الخامس؟ شوف التوقيتات، توقيت مهم قوي. الترانسفير ارجاع الجنين او امتى بالتحديد، امتى الوقت مهم قوي. توقيت او الوقت المرتبط برضو بتنشيط المبيض، هنقعد ننشط المبيض قد ايه، الديوريشن بتاعه لونج بروتوكول ولا شو. الوقت يا جماعة شيء مهم جدا في الحقن المجهري، ولذلك أسئلة كتيرة النهاردة هيكون البطل فيها التوقيتات، ومين يتعمل قبل مين، الورم اللي فيه يتشال، طب هعمل بعديها حقن مجهري قد ايه. ديوريشن، الديوريشن ده مهم جدا جدا. تعالوا نرحب بضيف العزيز اللي بنفتخر بوجوده معانا، القيمه العلميه الكبيره والاسم الرائد في عالم الحقن المجهري، اسم بنى منظومه عالميه على ارض مصريه في تاخر الانجاب والحقن المجهري، هي طبعا دار الطب. النهارده ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد عبد الله، استاذ واستشاري تاخر الانجاب والحقن المجهري ورئيس مجلس الاداره المؤسس لمستشفيات دار الطب. اهلا بيك يا دكتور. ازيك؟ وحشني جدا. الحمد لله. عندي سؤال شديد الاهميه متعلق بمخزون المبيض. ست بعتل مخزون مبيضها 7/10 في 7/10 AMH، سنها 31 سنة، وبتسأل هل الاتجاه أو الأمل في الحمل الطبيعي ولا تلجأ للحقن المجهري؟ دائما أبدا حين تقيم ملف لا تنظر إلى معطى أحادي. يعني تمسك الملف ده كده وتبص في عينيهم، تبص على التاريخ المرضي، تشوفهم متجوزين بقالهم قد إيه، تشوف دماغهم رايحة فين، سمعوا من مين ايه، خدوا ايه علاجات قبل كده، شكل المبيض، عدد مرات التنشيط، الرجل وتاريخه المرضي، واخد بالك، وا 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 وا، عشان في الاخر تصل الى القرار بالنسبة له. هناك بعض الملفات يجوز ان يؤخذ اكثر من قرار، وهناك كثير من الملفات سهل جدا انه يحصل فيها حمل طبيعي، وهناك كثير من الملفات تنصح باشياء بعيده عن ما في ذهنها، وهناك قليل من الملفات لا يوجد لها الا سبيل واحد مثل الحقن المجهري. ليس السيده اللي عندها مخزون المبيض ضعيف هي السيده اللي ما عندهاش الا اوبشن واحد. اللي عندها اوبشن واحد، اللي عندها اختيار واحد، هي الست اللي عندها انسداد كامل في قنوات فالوب. الراجل اللي عنده ضعف شديد في الحيوانات المنوية. ما دون ذلك سهل جدا ان سيدة تروح وتيجي سنين طويلة وتقعد في البيت وتحمل طبيعي بعد كده. سؤال قادم مرتبط بامتى برضو توقيت اجراء حقن مجهري مرة اخرى بعد فشله او بعد اجهاض حصل. يجوز ان ينشط المبيض أو تعود الأجنة المجمدة في الشهر اللي بعديه في حال وجود مبيض عاد إلى طبيعته ما قبل بدء تنشيطه. في سيدات بيطلعوا بالطين بس والمبيض بتاعهم بيظل متهيج شكلا وحتى هرمونيا لشهور طويلة بعد عملية التحفيز، وهناك سيدات بيطلعوا بالـ30 و40 بويضة
وتنظر إلى المبيض بتاعهم في الشهر اللي بعد هذا التنشيط وتلاقيه عاد إلى طبيعته ما قبل تنشيطه. ده مش متغير. متغير. طيب لماذا تؤخذ حبوب منع الحمل قبل الحقن المجاري؟ بص، هو الطب بتاع الحقن المجاري بصفة عامة دخل فيه بعض المتغيرات أو بعض الأفكار اللي بيحاول المركز الطبيب مؤدي الخدمة إن هو تتراك، يعني يرصد المريض، يتتبع. الجزء العلمي لده ان في مجموعة من السيدات محتاجين ان احنا نديهم اقراص منع حمل ما قبل بدء التنشيط لتهدئة المبيض، لاعطائه فرصة اعلى لافراز بويضات، ولاعطائه فرصة اعلى لافراز بويضات بجرعات اقل من المحفزات. وكما كنا نقول من شوية، الست اللي بتقول البيضة عندي طلعت بايظة، او ان احنا نهدي المبيض خالص، يعني نكبسه لفترة معينة ما قبل بدء التنشيط. ده الجزء العلمي. الجزء الغير علمي، انا لو قلت لواحدة دلوقتي حضرتك هتدي راس معنا حمل من يوم 1 ليوم 15، من يوم 1 لحد يوم 21، بما ان الشريط 21 قرص، فانا قلت لها خدي 15 من ال 21، خدي 21 قرص كاملين، خدي الشريط تاني وكملي 28 يوم. فلو انا وقفت اقراص منع الحمل، هذا يعني انه في غضون 72 ساعة 96 ساعة هتنزل الدورة. فانا اقدر اقول للسيدة اللي جاية من اسوان، اللي جاية من السعودية، اللي جاية من امريكا، وقفي الاقراص يوم 20 في الشهر، ونراكي في المركز عندنا اليوم 24 او 25. فنحن نستطيع ان احنا يبقى عندنا توقيت لرؤية العيانة وبدء العلاج. عندي قضية من قضايا المثيرة شوية، قصة يعني. ست عملت أشعة بالسبع عندها انسداد في الأنابيب، هي حملت طبيعي قبل كده بس سقطت 9 مرات ربيت الأمر. فبتسأل بعد الولادة ولا قبل الولادة؟ أعتقد بعد الولادة. مش موجود التعبير هي سقطت إمتى بالظبط. فبس 9 مرات دي كلمة مخيفة قوي، بقالها سنتين مفيش حمل، وبتسأل ان تدخل على الحقن المجهري على طول. طبعا هي عندها انسداد في الانابيب، بس ايه القصه دي؟ طيب هو بص بقى، السيدات اللي عندهم اجهاض متكرر، مجموعه منهم هم في عرضه الى ان يحدث التهاب غير مرئي يؤدي الى تلف وظيفه الانبوبه. سوف يظل معلق داخل هذا الملف ما يسمى الاجهاض المتكرر. هي اتقلبت من اجهاض متكرر لاجهاض متكرر وتاخر انجاب. خد بالك تفرق كتير. هي اتقلبت من اجهاض متكرر الى اجهاض متكرر وتاخر انجاب. لا يعنينا حاليا السبب لتاخر الانجاب، لانه خلاص انسدت قناه فالوب اتسد. احنا يعنينا الاجهاض المتكرر. والاجهاض المتكرر سواء في سيده انجبت سابقا ام لم تنجب، كل ما هو موجود من إجراءات سوف تنفذ داخل هذا الملف عشان تصل إلى أن هي تجيب عيل. هناك مدرستين في الطب، المدرسة اللي بتعمل تحاليل وتنظر إلى هذه التحاليل، وإن كانت هذه التحاليل سليمة فلن تعطي أي من العلاجات اللي لا علاقة بها الإجهاض. وهناك مدرسة أخرى سوف زي ما بيقولوا يتغمض عينيها وحتدي كل العلاجات بتاعت الإجهاض وتعمل كل الإجراءات اللي تخص الإجهاض ما دون عمل أي تحليل. خلاص؟ وهناك مدرسة تالتة، دي اللي أنا نسيت أقول عليها، هتعمل التحاليل وإن كانت التحاليل سلباً أو إيجاباً، طلعت النتائج بتاعتها بالسلب أو بالإيجاب، سوف تستخدم كافة العلاجات اللي هي بتعتني باستمرار الجنين على داخل تجويف الرحم. في التقنيات بتاعت الحقن المجهري، نعم يجوز ان احنا نقلل من نسب الإجهاض، وهناك
تقنية إضافية يخير فيها الزوج والزوجة ولا يجبروا، وهي الفحص الوراثي للأجنة لكل الكروموزومز اللي هي بيتخلق منها الجنين، اللي هي الصفات الوراثية بتاعت الجنين، لمعرفة من الجيد من هذه الأجنة إلى وزراعتهم داخل الرحم. تاني، هي تقنية اختيارية وليست إجبارية، اللي هي الفحص الوراثي للأجنة اختيارية وليست في كل الحالات أو في الحالات اللي ليست إجبارية. ليست إجبارية. طيب، في سؤال كلاسيكي برضو قوي عن احتمال الحمل في وجود لحمية داخل الرحم. بص حضرتك، هو التصاق الجنين على بطانة الرحم هو في مكان لا يعلمه الجنس البشري، خلاص؟ يعني استطاع الجنين مكان الزرع ده ماكسيمم امبلانتيشن بوينت ده نصري. فالنهاردة لو هو الجنين عايم في النقطة السوداء دي واللحمية هنا وهو عايز يلزق هناك قرب الورقة بتاعتك هيلزق، والعكس. مش ما تتخيلش انه الجنين كل مرة هيجري ويقف عند اللحمية اللي هي مماثلة للكوباية وبالتالي لن يلتصق، ولكن هناك مجموعة من السيدات الزوائد الرحمية عندهم لن يحدث منها حمل طبيعي او لن يحدث منها التصاق للاجنه في الوسائل المساعده للانجاب، وبالتالي لابد ان تستأصل. قيمه ما يسمى باليوترين ابريشن او خربشه البطانه الرحميه ده طلعت موضه في وقت من الاوقات. بص حضرتك، كل ما هو موجود من اجراءات ما دون تنشيط المبيض، تخصيب بيضات بحيوانات منويه وزراعه اجنه في الرحم، تنشيط المبيض، سحب بيضات، تخصيب بيضات بحيوانات منويه وزراعه اجنه في الرحم، هو اجتهاد. منظار الرحم اجتهاد، ادويه المساعده على انغماس الجنين اجتهاد، ادويه الاجسام المضاده اجتهاد، البروجستيرون وانواعه اجتهاد، ادويه السيوله اجتهاد، منظار الرحم اجتهاد، الأجنة في اليوم الثالث والخامس اجتهاد، تجميد الأجنة اجتهاد، تجبير الحيوانات المنوية ميكروسكوبيا اجتهاد، الطريقة اللي بتنقي بيها الحيوان المنوي اجتهاد، الدي ان اي فراجمنتيشن اللي هو تكسير المادة الوراثية اجتهاد، الطريقة اللي فيها مصدر الحيوان المنوي المستخدم في حقن البويضات اجتهاد، خربشة بطانة الرحم اجتهاد، كل دي اجتهادات. اجتهادات. اجتهادات بمعنى ان هي محاولات فردية او لم يثبت. محاولات قد تؤدي الى رفع نسبة حدوث حمل رفع نسبة حدوث حمل ورفع قدرة الجسم على استقبال الجنين او انغماس الجنين على بطانة الرحم. وقد لكن هي ليست حاجات مؤكدة. مؤكد. السؤال اللي جاي سؤال مهم قوي. في كيس شوكولاتة على المبيض، وفي اجنه مجمده في حقن مجهري، هل نرجع الاجنه للرحم ونتجاهل كيس شوكولاته 4 سنتي؟ طيب، هو لو انا وانت بنحب ناكل فراوله، ولو احنا عندنا حساسيه من الفراوله او المانجا، ولو احنا بقى لنا 10 سنين ما اكلناش مانجا او فراوله، يجوز ان احنا نضحك على نفسنا وناكل، صح؟ ودي حقيقه. لو احنا كنا اتلسعنا بحساسية في صدرنا أو في جلدنا من أسبوع أسبوعين شهر شهرين، فنحن لن نجرؤ على أن احنا نقرب من الفراولة أو المانجا، صح؟ حقيقي. نسبة أن أنا يجي لي حساسية هتبقى عالية مع وجود حساسية كانت قد أتت في الزمن القريب لهذا الحدث اللي احنا فيه. الاندوميتريوزز هو شأنه شأن أي من الحساسيات اللي في الجسم أو الأمراض المناعية. الوقت اللي فيه الاندوميتريوزس بيكشر عن أنيابه أو بيكشر عن زي ما بيقول إن هو في الفترة دي متهيج نسبيا، هو وجود كيس. فمع وجود الكيس أنا لا يعنيني استئصال الكيس، ولكن يعنيني تهدئة الجسم بطريقة ما لفترة ما قبل زرع الأجنة. يبقى أنا إنساني خالص في الكيس،
هو المرض ده في الأسابيع دي أو في الشهور دي هو في حالة من الفوران نسبيا، وبالتالي هذا المرض هيؤدي إلى تهيج بطانة الرحم في انغماس الجنين، فهتقل فرص انغماس الجنين. فالستات اللي زي دول احنا بنهبطهم خالص، بنديهم كورتيزون وبنديهم أقراص معنى حمل شهر واثنين وثلاثة، مش عشان يروح الكيس، ولكن عشان المرض يهدى شوية قبل لما نحضرها عشان نزرع لها أجنة. كالعادة وجودك معنا شرف كبير جدا لنا، وبسعد بهذه الرحلة العلمية الراقية مع عقلية علمية فذة واسم كبير. بنسعد بكل إنجازاتك وبكل العمل الرائع جدا المتناغم في منظومة عالمية على أرض مصرية هيدرة الطب. نورت فندم. شكرا. ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله، أستاذ واستشاري تأخر إنجاب الحقل المجهري ورئيس مجلس إدارة المؤسس لمستشفى هيدرة الطب، كان ضيفا كالعادة مبدعا في حوارات علمية شديدة التعقيد وشديدة الأهمية بالنسبة لمتأخر الإنجاب. فهمنا أشياء كثيرة جدا، لكن ينبغي أن نفهم أن التوقيت في عالم الحقل المجهري وتأخر الإنجاب له قيمة علمية كبيرة. خليكم دايما مع الدكتور. الحمد لله التجربه بتاعت دار الطب طبعا سببها زوجتي، هم اصحاب المشكله نفسها. لا ده احنا اللي اصحاب المشكله، هم زي ما يكون واحد مثلا بيمد ايده ليك يعني بصراحه يعني. وسبحان الله ربنا كرمنا الحمد لله، وحسينا الموضوع كان مع دار الطب حاجه كده حاجه سهله، تحس ان احنا بقينا حته منهم او اهلهم او هم اهلنا يعني. هي بصراحه تجربه كويسه ونجحت من اول مره يعني. احنا ما خدناش وقت في العلاج، قعدت 3 سنين كل ما اروح للدكتور كان ممكن ما يدكش امل، بس الدكتور احمد ادانا امل، وسبحان الله اللي هو قاله لنا هو اللي حصل، هي العمليه تنجح والحمد لله نجحت. معانا طفلين توأم ولد وبنت، بجد بجد احنا بنشكر الدكتور احمد وكل الدكاتره اللي شغاله تحت ايديه.